بزمن ما في غير السياسة بتحكي، كتروا المحاورين السياسيين على شاشاتنا اللبنانية ولمع نجم العديد منهم، وإذا بدنا نذكر أسماء اسم ضيفنا بيكون بالصدارة. فاسمه هو وليد، ومن صفات الوليد خوض المعارك الكبيرة والقيادة وتحمل المسؤوليات. فبألمه خاض أشرس المعارك، فكان ألمه مفتاح إبداعه وطريق تميزه. ولطالما كانت الحرية محور حياته المهنية، فبسقفته المهرة ودبلوماسيته الذكية ومهنيته المخضرمة ورصانته المعتادة، استطاع التغلب على المواقف الصعبة والحرجة يلي مرقت ببرنامجه. خاض الحوارات دون انكسار وتكلف، بيدرس ضيوفه بنقاط قوتهم وضعفهم، فبينطلق بالحوار ليصيب الهدف يلي ناطره المشاهد. بيسعدني استضيف بكل موضوعية الأستاذ وليد عبود. صباح الخير. صباح النور ويعطيك ألف عافية. شكرا على سألتيك. وشكرا كثير على هالمقدمة. استاهلة. يعني. بعد هلا. إن شاء الله. هلا عمر بالمجال الإعلامي ما بتستاهلها؟ بتستاهل أكثر. أستاذ وليد عبود، أنا بسعدنا أنك اليوم تكون معنا مباشرة على الهواء لنناقشك بكتير مواضيع، خاصة مواضيع الحوار. إيه مواضيع الساعة. أولا حضرتك اسم كتير كبير بمجال الإعلام، خاصة الإعلام السياسي، أكيد مرقت بخضات، بمطبات، بعرائيل، انتقلت ما بين الإعلام المكتوب، المرئي، من محطة لمحطة، تعب، تعليم، من محطة لمحطة، ما في محطة راحة، ما في محطة راحة. تعب، تعليم. مرتاح اليوم؟ وصلت للي بدك اياه. هو التعليم بيريح اذا بدك المضمون، والتعليم بيخليك تتواصلي مع جيل اخر، هذا كتير مهم. يعني من هون اهميته. وانا دايما بقول لطلابي انه حقيقة بتعلم منهم قد ما بعلمهم، إذا مش أكتر، لأنه بالنتيجة منا قليل، لأنه تتعرفي على جيل جديد، تتعرفي على طريقة تفكير جديدة، وتتعرفي على نمط جديد، هودي كتير مهمين وبيخلوك تضلك موجودة بالحياة المعاصرة الحقيقة. تاخد منهم يمكن أوقات. تاخد نبض، إيه بتاخدي نبض الحياة، نبض العصر. يعني كلنا بالنتيجة مع التقدم بالعمر، إذا انعزلتي أو ضليتي بس مع أبناء جيلك، بتحسي إنك عم تبعدي عن النبض الشبابي. صحيح. عن النبض يلي جاي. أنا من هيك يمكن حقيقة أنه حتى معظم أصدقائي أصغر مني بعشر سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة، بحب دايما أتعرف على هالجيل الجديد وكون معه. بتضطر أوقات أنك تصلح لهم أفكار واعتقادات وآراء سياسية ممكن ما تكون عزوقك. بصلح لهم وبيصلحوا لي. يعني يمكن ببعض القضايا قلتي هلأ كلمة مخضرم، أنا بحس أنه كبير علي، بس أنه مخضرم يعني عايش عدة أجيال. يعني يمكن أنه الجيل فينا نعتبره 10-15 يعني سنة مرق عليك. ايه يعني صرنا مجيلين بعض الأمور، بس ايه يمكن في إشياء فيك تفيديهم، بس أكيد كمان في إشياء كتير فيهم هني يفيدوكي. من هيك أهمية أنه يكون عندك تفاعل حقيقي وعميق معه ومتواصل. مع العلم أنه نحن أوقات بنسمع أنه شو هالجيل، لكيف بيفكروا، لكيف بيتصرفوا، لك شو ما بيعرفوا شيء، خاصة عن تاريخ لبنان والخضات اللي مرقت في لبنان. بتقولها أنت شي مرة بتضطر أوقات جيل آخر، جيل مختلف. ونحن وقت أنا مثلا كان من أستستي الله يرحمه الدكتور فؤاد فريم بستاني، كان كمان يطلع فينا يقول شو هالجيل. فهمتي؟ يعني أنه كمان تختلف الأجيال، في جيل وفي جيل آخر، هن صحيح ما بيفهموا يمكن أدنى بتاريخ لبنان، بتاريخ العرب، بالأدب، بهالقضايا هيدي، بس في إشياء كمان نحن ما بنفهم مثلهم. ما بنفهم مثلا مثلهم بالتكنولوجيا، ما بنفهم بالاشياء الانية يلي عم بتصير على كل المستويات. يعني خلينا نعترف كمان انه المعرفة هي انواع وهي درجات، وهي كمان انه عم تختلف حتى المعرفة. يعني بالزمان كان مين ينقال عنه انه فيلسوف، يلي انه بيعرف بالفلسفة طبعا، وبيعرف بالطب، وبيعرف بالفلك، وبيعرف بالفيزياء. عم تختلف العالم، عم بتروح صوب التخصص
بالتالي العالم ما بقى عم يطلب انه الشخص الموسوعي مثل يلي كانت بالعصور القديمة، عم يطلب الشخص يلي بيكون ان بالعصر، يعني معيش العصر، واحد واثنين يلي متخصص وشاطر كتير بالمهنة يلي عم بيمارسها. نعم، خرجت اجيال يعني فينا نقول، تفوق حدا منهم، برز حدا؟ طبعا في كتير يعني عم بيتفوقوا بالتلفزيون، في كتير عم بيتفوقوا بالكتابة. ايه طبعا، يعني من هيك عم قلك، وقت اللي بيكونوا بالجامعة ما بتكوني شاعرة هالتفوق، فهمتك؟ يعني هون القصة انه طبعا بيكون تلميذ او طالبة او تلميذة مميزة، بس ما بتكوني حقيقة حسي انه هذا الشخص بده يطلع متميز على هالصعيد هيدا. تنبسط فيهم يعني، بتقول هودي تلاميذي، كأنك بتقولي هيدا ابني او هيدا بنتي، يعني بيكون عندك شعور فخر واعتزاز وقت اللي بتشوفيه، حقيقة كأنك عم بتشوفي ابنك أو بنتك، ذات الشعور 100%، إنه وكأنه أنت، إنه شو هو ابنك أو بنتك، هذا إنه ساهمتي بشكل أو بآخر بصنعه، نتفي وكبتي تكون شخصيته ونجاح الشخصية. تلاميذ أوقات بيتفوقوا على الأساتذة. أنا بقول لهم هيك، وهذا اللي بتمناه، يعني بالنتيجة هيك حركة الحياة لازم تكون، لازم يكون إنه التلميذ بالدومين يلي عم يشتغل فيه يتفوق على استاذه بالنتيجة، لأنه الاستاذ، تنرجع على بداية الحديث، بدي أصال أنا لمحل بطل أقدر أتطور، لأنه خلص بالعمر معين بتصير إنه الأشياء اللي أنت براسك هي مقدسة وهي مكرسة وما فيك تخرجي عنها، بينما التلميذ يلي اليوم وبكرة بده يطلع بيحرك فيك أكتر، بيحرك فيك حب أكتر المعارفة أكتر، وهو يلي بالنتيجة بده يقدر يتخطى محل ما أنت وصلتي. نعم. اليوم وليد عبود يعني ما بين السياسة وما بين التعليم موجود، ما بين الإعلام السياسي وما بين التعليم، بعدك بتشعر بمتعب عالم الإعلام السياسي؟ طبعا بتشعر بمتعب، خصوصا بالأزمات، خصوصا بالقضايا الكبيرة، يعني تقلك بتكوني أوقات عشتي شهر تقولي إيش زهقنا، انه ايش زيت الاخبار، ما في شيء جديد، بس افترضي انه قضيه سلسله الرتب والرواتب هالقضايا هذه بتقطع شهر شهرين ثلاثه عم تبرمي زيت المحل، فجاه افترضي صارت مثل قضيه رئيس سعد الحريري، هون بيرجع فيكي الاندفاع الاول، يعني هون بتشعري انه رجعتي ابن 20 وعم ترجعي تتحمسي، ورجعتي انه ايه حقيقه هيدي المهنه يلي انا اخترتها، هيدي المهنه يلي حبيتها، انا عملت إعلامي وعملت صحافي لحتى أعيش هالسسبنس هيدا يلي عم عيشه اليوم. يعني لو موجود بغير بلد ما فيه هيك أخبار بتزهق، إذا بدك المظبوط حتى الحياة بعدها بتزهق. لا أنا امبارح كنا عم نحكي مع ناس أصحابنا، يعني مرتو إنه بدته على فرنسا، قلت لها بتزهقي أو بسويسرا بتزهقي، تاع سويسرا الشرق ما تزهقي ابدا، عندك كل يوم قضيه جديده، عندك كل يوم مفاجاه جديده، وبتضلك ساعتها اذا بدك عيشي بتاهب، منك عيشي باستسلام، منك عيشي انه هيك بتراخي. روتين وبتراخي بتراخي شو. يعني مشكورين السياسيين بلبنان على انهم على طول مخلينا هيك، مشكورين السياسيين، مشكورين التجار، مشكورين السباقين، مشكورين اعداء البيئة، مشكورين الكل، لأنه بالنتيجة بيحركوا لك هالحياة وأنت بصير عندك قضايا تشتغلي ضدها. الإعلام السياسي اللي حضرتك هيك موجود فيه بكل هيك خضاته بالسم اللي أوقات هيك بيرشوا على على العالم، قادر أنك تكون موضوعي؟ بجذب، يعني الموضوعية بالمطلق ما حدا بيقدر يوصل لها. يعني هون حكيتيني كمان على التلاميذ اللي بعلمه، لانه التلاميذ وقت اللي بفتح لهم باب النقاش بصير انه انت موضوعي او فيك تكون موضوعي. اساسا نتفق على شغله انا وياكي، الموضوعي 100% ما في، منه انسان، فقط الموضوعي بالمطلق هو الله. يعني هو الديان بالمعنى الديني، وهو الذي يحكم على الإنسان إما عمل كما يجب خير أو أنه كان بحياته يتغلب الشر على الخير، هو القاضي الأول وهو القاضي الأكبر، وبالتالي هو الوحيد الذي يمكن نحن كناس أنه نقول هو موضوع. هلأ
تنزل علينا نحن الناس موضوعيتنا نسبية، بعضنا موضوعي 10%، بعضنا موضوعي 20%، بعضنا موضوعي 90%، إنما الكمال يعني الموضوع بالموضوعية لا يمكن أن يصل لإله إلا الله أو الذات الإلهية. هلأ من هون بتقولي لي أنت موضوعي كمان على درجات متفاوتة. طب ليه سميت برنامجك بموضوعية؟ خليني اعترف لك بشغلة، أنا طرحت على رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ميشيل مور 3-4 أسماء. هلأ بالجلسة العامة، بالجلسة إذا بدك أنا وياه اللي قعدناها، هو يلي حب بموضوعية، قال لي قريبة على شخصيتك. أنا شخصيا ما كنت حبه كتير للإسم، أنا لأنه شفت فيه نوع من أنواع الإدعاء يعني بموضوع. أنا ما بحب هالعناوين بموضوعية، بجرأة، بصراحة، بكل يعني بشوف انه فيهم نوع يعني كأنك عم بتخبر المشاهد قبل ما يفوت على الاستوديو وقبل ما يبلش، انه ايه انا موضوعي، انا جريء، انا صريح. لا خلي هو بالنتيجة يشوف نتفة اذا انت بينطبق عليك هالمواصفات. مع ذلك كان الخيار له. هلا عندما اسأل هالسؤال وخصوصا من التلاميذ وبلقاءات عامة هيك، سميته هيك مني لأنه أنا موضوعي 100% أو لأن، وإنما لأني أسعى إلى أن أبلغ الموضوعية. يعني بموضوعية هو السعي إلى بلوغ الموضوعية، بكل حلقة من الحلقات بحاول قد ما فيي أنه يكون موضوعي وأنه حقق أعلى درجة من درجات الموضوعية المنشودة والمرتجة. بتحس أنك بتقدر توصل له الكامل؟ لا، بس بحس أنه أوقات بنجح أوقات بفشل. ما أنت موجود بمحطة يعني عند رأي السياسي، بدك تضطر أنك تجاريها. يمكن لو كنت أعلامي منك بمحطة مسيسة يمكن كنت قدرت أنك تكون موضوعي. لا، لكن الحياة شيء والموضوعية شيء تاني. يعني ما الحياة بيقدر يشوف بموضوعية. ما في واحد، ما حدا، ما في حدا بيقدر يقول أنه أنا كمان حيادي يعني 100%. فهمتكي؟ لأنه ما في شخص منا إجا على الإعلام لأنه بالنتيجة إنه ما عنده قضية، ما عنده قضية اجتماعية، ما عنده قضية سياسية، ما عنده قضية بيئية، بالتالي ما في يكون محايد بقضايا معينة. ما في، الحياد غير موجود. إنما بعدم حيادك يعني بانحيازك لقضايا إن شاء الله تكون قضايا محقة، فيك تكوني كمان موضوعية، يعني توصلي الرأي والرأي الآخر. ما ضروري أنت تكوني منحازة 100% إلى هذا الرأي أو ذاك الرأي. حكمك على ذاتك أنك أنت عم تقدر أنك تكون إلى حد ما موضوعي ببرنامجك. حكمي على ذاتي مثل حكمي على تلاميذي، بقول كل حلقة برجع بقيمها بدرسها وبعطي لحالي علامة من 0 ل 18 على 20، وكل حلقة شيء بيطلع يعني معي بالموضوعية وبالنجاح بكل الأمور هيك. ولا مرة وصلت لل 20 على 20 برأيك لذتك؟ ولا يمكن حدا أنه يوصل 20 على 20 ولا حدا. ما ممكن، لأنه بالنتيجة نحن ناس عنا أهوائنا، عنا عواطفنا، عنا إذا بدك مخزوننا الثقافي، عنا وعينا ولا وعينا، كلهم هودي بيتدخلوا بلحظات معينة وبيحرفوك نتفة عن الموضوعية المطلقة يلي انت بتطمح لها. نعم. عندك الحرية؟ طبعا طبعا. حرية بشو كمان؟ اختيار الضيوف، باختيار الضيوف، بأعطاء رأيك، بنقاشك، بكل شيء. 100%. ما حدا يعني ما حدا قاعد على دينتي انه كيف بدي ناقش او كيف ما بدي ناقش. والضيوف بالنتيجة بتشوفي يعني انه بالام تي في بموضوعية وببيروت اليوم بكل برامج، يعني عندنا مروحة كتير كتير واسعة من الضيوف يلي بتبدأ من اقصى اذا بدنا نقول التقييم وفي 14 أدار لاقصى 8 أدار. حتى اوقات يعني انا اهاجم إذا بدك على تويتر، على فيسبوك، على كل شيء، إنه بتنقي نوعية ضيوف مثلا من 8 أدار كتير إذا متطرفين، لازعين ومتطرفين. إيه صحيح. بس هيدا المطلوب. بتقصد إنك تختارهم هيك لحتى يعملوا شيء بالحلقة؟ بتقصد الشخصيات اللي لها نكهة وطعمة وريحة،
يعني عندك مشكل. التلفزيون لا يحتمل البين بين. يعني بدك تكوني فاقعة بشي، بدك تكوني نافرة بشي. الإعلام كله هيك، ماني عم بقول يعني محرض في يكون بمطرح معين، ما عم بقول عم بقول بدك شخصية نافرة مميزة لافتة تصير إشكاليات تطرح أسئلة. يا بتحبيها للآخر يا بتكرهيها للآخر. بس البين بين يعني أكره شيء على التلفزيون إنه يطلع مقدم أو مذيع أو حتى ضيف تسأل المشاهد شو رأيك فيه؟ قال لك يعني منيح ماشي الحال. أنزع شيء ماشي الحال. يا أحلى شيء يا إنه أي والله جبل أنت بدك يا إنه تقولي إيه والله بحبه بحبه فظيع كان، يا إنه بكرهه بكرهه شو هالأشياء اللي قالها وكذا. الحب والكره هودي اللي بيعملوا التلفزيون، الفاتر ما بيعمل. مع العلم إنه مثلا الناس بتحكم على هيك نوع من الناس يلي هي ما بين وبين إنه برافو موزون. بتحكم إذا بدك بجلسات الصالونات وبالحكي، بس وقت الحضور وقت الأوديانس ما بتحضر، ما بيعني له الشخص الفاتر، ما بيعني له. إما بيعني له الأبيض أبيض أو الأسود أسود، الرمادي ما بيمشي على التلفزيون. مين قال هالشي؟ كيف عرفت؟ أنا بقلك. مين قال؟ أنا قال. ممكن ما بعرف وجهة نظر. لا لا هلأ عم بقلك وجهة نظر الأوديونس. يعني هيدي عم بقلك إنه طيب أستاذ وليد أنت شو بدك من حلقاتك على المزبوط؟ بدي وصل كل الأراء إلى الناس بدون ما إنه خبي أي رأي أو برز أي رأي تاني، يعني توصل كل الأراء إلى الناس لحتى الناس هي يكون عندها حرية الخيار وحرية الاختيار بالإشياء أو المبادئ أو الأهداف يلي بتسعى إلى. يعني أنت عم تعمل برنامجك كرمال الناس ولا كرمال السياسيين يطلعوا يعطوا آرائهم يبرزوا أفكارهم؟ لا طبعا أنه الناس أنه نحن لو للسياسيين نقعد مع بعضنا. أنت عارف كل عمل إعلامي منه عمل نخبوي، هو عمل للجماهير للناس. هو عمل للناس بالعكس، والدليل انه عنا هيجس دايما الريتينج والأوديان، انه داي حضرون امبارح، داي حضرون هديك الجمعة، داي لازم هديك الجمعة كنت ملك ال اي جمعتين توفق الشاشات وتوفقت اكثر لما كمان صار في كب مي بالستوديو كمان هيدي ورفع كراسي بكل معركة منتوفق هيدي الحلقات بتنبسط فيها؟ ما تقلي لا، خلينا بموضوعية هلا. بتنبسط فيها؟ أنا صار في شيء عم يحكوا تاني نهار الناس فيها للحلقة؟ طبعا أول خصوصا أول حلقة يعني حلقة الدكتور علوش وحلقة الدكتور فايز شكر. إيه بس لأنه ليك الكل ربح فيها إذا بدنا نحكي المظبوط. نحن كشركة ربحنا، ام تي في مؤسسة لأنه عملت له أنا كبرنامج، يعني لو بدي حط 100 مليون دولار على دعاية ما بياخد كنت النتيجة اللي أخدتها. وصلت على السي ان ان، وصلت على الأورو نيوز، وصلت وين ما كان والناس حكيوا في، وصلت على أغلفة الجرايد تاني نهار على الصفحات الأولى بحكي الناس باليوتيوب بكل شيء. حققت يلي إذا بدك لو بدك تصرفي إعلانات 100 مليون ما بتحقق إيه هالشهرة يلي حققناها وهالدعية غير المباشرة يلي إجت. الضيفين استفادوا كمان، الدكتور علوش تعزز وضعه بتيار المستقبل وطبعا الدكتور فايز شكر ما قلتي لي بموضوعي إيه عم بلك موضوعي. هل المشهد ما كان حلو؟ إيه مظبوط ما كان حلو إذا بدي، وإنما خلينا نتذكر دايما بيقولوا لي إنه إيش طب هذا الإعلام. لا بس أوكي عندي 9 سنين هلأ بس عم بحكي بموضوعية. بهال9 سنين صار شغلتين. أول شغلة هيدي اللي عم نحكي عنها هلأ اللي حكينا عنها، أوكي ماشي حال، بأعرق البرلمانات بإيطاليا بتصير فعلا عم نحكي مجالس نواب بتصير بقى كيف أنه
ببرنامج تلفزيوني بفترة احتدام سياسي كتير قوي. طيب في وجهة نظر بتقول انه ما كان لازم وليد عبود يسمح للحديث يوصل لحد التراشق بالمياه او حتى رفع الكرس. في لوم عليك يعني بمطرح انه يمكن انت خليت الحديث يوصل لهون. لا انا تقلك المظبوط انه انا اكيد بحب انه يكون الحوار محتدم ودايما اسعى الى هذا الامر، يعني يكون في حماس اللي عم بحكيك عنه، شريعه شريعه، ويكون في حماوي، بدك حماوي والا الناس بتمل، الناس دغري زابينج بتروح على غير مطرح. هيدي متفقين عليها وهيدي اسعى لها وما بستحق اني اقولها، بس اكيد ما كان هدفي انه الامر يصل الى ما وصل اليه، بس بلحظه بلحظه بيوصل هالموضوع، فهمت كيف؟ يعني بيخرج عن ال ما هي كلها سوا شو هي؟ يعني 30 ثانية 40 50 ثانية خلصت الامور، متى لحق قال له للشخص الثاني يعني كذاب انت كذاب او يعني رئيس الاسد كذاب، قال له ما بسمع خلص، ما انا عم بقول انه بسيطه يا دكتور بس خلص ما بقى فيك تضبط الوضع، ما بقى عم يسمعوك، بيوصل للحظه ما بقى عم يسمعك، اثنين ما عادوا عم يسمعوني، صاروا عم يحكوا فقط مع بعضهم ونسيوا وجودي، انا ما عاد فيي اعمل شيء هون. غير انك تكون تفصلهم عن بعضهم صرت. ايه طبعا، غير اني وقفت. بس نحن اليوم الناس اللبنانيين ناقصها بعد تشوف هيك شيء على شاشات التلفزيون، ما نحن اصلا كناس يعني بنتشارع مع بعضنا وبنتخانق والشارع يعني مش مرتاح، بعدنا عم نشوف شيء هيك على بتزيد الازمه شو. يعني نحن كاعلام نحن شو؟ نحن انعكاس تهدل لا نحن انعكاس، اوكي نسعى الى التهدئه اوقات بتزبط، بس نحن كمان انعكاس لهذا المجتمع وانعكاس لهذا الشارع، وقت اللي بيكون والدليل انه اي متى مثلا اذا بدي اخذ بالمرتين يلي صاروا قصة الدكتور علوش وقصة الدكتور فياض، بالمرتين بيكون في احتدام سياسي واصطفاف سياسي كتير كتير قوي، بالتالي هذا بيتجلى دغري على التلفزيون، وقت اللي بيكون في هدوء بتمرق الحلقات بهدوء نوعا ما، ما بيكون لا تصل الأمور إلى ما وصلت. يعني ما بتسعى ولا مرة لتقريب وجهات النظر أو لتهدئة الأحوال بين شخصيتين من مختلفين بالسياسة. أبو ملحم أنا. هذا شرف، هذا شرف لأدعي. جربها شي مرة طيب شوف تلاقي كمان فيها لذة. بدك تجيبيلي طربوش و... يمكن تعجبك الفكرة. بدي شرويل وطربوش تكرم. وبدي أم ملحم هديك مخليها للوزير مروان شربي لأبو ملحم. انت فايتي له لأبو ملحم على التيفي؟ هلأ بحضره على التلفزيون لبنان. بحب يعني بدك بحبي صالح. بدك شرويل وطربوش وبدك فنجان قهوة على طول. مش مطلوب هالقد يعني، بس انه مطلوب شوية هيك رواق على الشاشة نقدر نفهم، نقدر نسمع الآخر يلي بيختلف عنا بالسياسة، هو شو عم بيفكر وكيف بيفكر وشو هي الطروحات يلي عنده، اوقات ما بنفهم عليهم. لا بنشوف انه تأزمت زيادة، بيرجع كل حدا بيتقوقع بمطرحه. حتى الدي يعني بتتأزم، انه انا بضلني حريص يعني اوكي انا بخليها اذا بدك التكنيك يعني المضبوط، انه بخليها تحتدم تحتدم وبرجع بتدخل بترجع بيرجع كل شخص بيقدر، بس بخلي انه تطلع وتنزل القصة. هلا مثل ما قلتي يعني مرة انه ما قدرت ساعتها انه ارجع من بعد ما غليت فاضت الركوة، ما قدرت ساعتها انه امنعها، انه ما قدرت زيح الركوة باللحظة المناسبة فلتت تماما مثل لعبة القهوة يعني. طيب ما انك ذكرت الاستاذ الدكتور حبيب فياض. نعم. تفضلي. شو بكي؟ بتنبسط بس تسمع اسمه ولا بتنزعج؟ لا لا بنبسط، لا لا ما بيزعجني الاسم، لا اكيد لا. الاسم ما بيزعجك، الشخص استاذ حبيب فياض بيزعجك؟ كمان لا ما بيزعجني. ما بده يزعجني، انه بيزعجني يلي قاله، بيزعجني التصرف يلي عمله، بس هو كشخص لا ما بيزعج. فينا هيك تفسر لنا اكثر شو صار؟ ليش وصلت الامور لهون؟ شو صار انت عم تحكي انه وقت بيكونوا اثنين عم يحكوا فوق بعضهم بتبطل تسمع الحوار، صحيح؟ طيب هذا اللي صار، اتصلنا بالوزير السبهان في ليلة الاحتدام الشهير استقالة الرئيس سعد الحريري ب24، اتصلنا فيه
أو اتصل فينا وكان طيب بلش يحكي وكان الوزير. ما كان يعني بلش يحكي الوزير السكن ما يخليه يحكي يعني يطلع عليه تما يقدر يوصل ما كان حقه يجاوب حقه يجاوب وقلت له قلت له كذا مرة التزم الصمت هلأ أمول معروف يا دكتور فياض خلينا تنقدر إنه نسمع الوزير السبهان وبس يخلص الوزير السبهان إلك كل حق الرد يعني رد مثل ما بدك أبدا صرنا الوزير السبهان عم يحكي على التليفون من السعودية الدكتور فياض عم يحكي وأنا فوق اثنين عم بحكي تهدي الدكتور فياض مش الحال خلصنا أوكي. خلص الاتصال ختم الوزير السبهان انه ما بتجي استاذ وليد لانه انزعج يعني اذا بتعمل معروف جيب ناس يسمعوا يقدروا يسمعوا اللي عم نقوله وعليهم قدروا قيمة بهالمعنى هيدا اوكي قال له يعني اذا بدك تقولي انه فيها نوع من انواع هيك الاهانة لشخص معين يعني الدكتور فياض مع انه اهانة غير مباشرة قال له اخرس اخرس الدكتور فياض هذا صعين هون صارت متساوية القصة انا اعتبرت انه هون القصة متساوية بلش الوزير السبهان هيك قال له انه لا ما بقبل الحكي اذا اسكت بطريقة من الطرق بس بينك وبين حالك قلت خي بلشت تتأزم لا لا لانه حسيتها انه سيئة فهمت كيف يعني ما حبيت لانه انه ما سكت ما حبيت انه ما قدرنا نوصل مزبوط فكرة السبهان بالاول وزير السبهان وبعدين انه الدكتور فياض ما قبل هالمبدأ يعني اللي هو شرط من شروط الحوار لحتى بعدين حتى هو يرجع يوصل رأيه بكل صراحة وبكل وضوح كمل مشكل وين كمل الكلمة مهينة او عبارة مهينة ما بدي عيدها هلأ على أنا سمعناها قصة بول البعير وكذا من دون ما نستعمل الفعل يعني شغلة مهينة مهينة بالشخصي أوكي. ومهينة لشعب بأكمله يعني وكأنك عم بتقولي هذا الشعب هذا من هيدا بس هي ردة فعل يعني ممكن أنه أي حدا تصدر منه يعني في أنا هلأ على الهوى إذا أنت سميتيني بشي يعني أو انزعجت من سؤال لإلك أو واحد أنه اخرج عن اداب الخل بقدر اعتذر بطريقه كتير مهذبه واطلع من الاستوديو بقدر اقول لك عفوا انا ما بقبل هالنوع من الحكي او بتغيري طريقتك معي او انا مرغم على انه اقطش الحوار صحيح يعني في بس ما بستعمل ما بسبك على الهوى ما بستعمل تعابير فيها قدح وذم بحقك وبمن ورائك وبما تمثلين وخصوصا انه وزير يمثل دوله معينه وصلنا لهم كنت قدام خيارين او اني اطلب منه على الهوى دغري انه تفضل ظهر او اني اتريس ما دام التريس هو سيد الموقف اليوم انه اتريس وقت الاخر ليه ما نقيت بنفسك مثل السياسيين ما في كيف خليني بس كمل أوكي. القصة او اتريس او انه وقت اللي يجي البريك اطلب منه على البريك تا ننهي القصة بأقل قدر ممكن من الأضرار ومن طول البريك هلا اللي عم مأخذ علي انه طولت اخذت البريك بس عم ينسوا انه كنت مجبور انه ما اخذ بريك دغري لانه كان في الوزير جبران باسيل بده يطلع مباشر على الهواء والبريك عندي 8 دقايق يعني في حال فت بالبريك يمكن يقطع الوزير جبران باسيل ويعلن موقفه وبالتالي يكون بعد على كل حال وصلنا بس اخذت البريك طلبت منه بكل هدوء يا دكتور فياض ما بقى فيه وما بقى فينا نكمل معك الحلقه تفضل يعني بدك تنسحب قلت له بالبريك ايه طبعا طبعا تفضل سهم هاي قالك ما بدي قال لي ما بدي ليه ما بدك يا دكتور فياض قال لي بدك تقلي هيك وتطلب انسحابي قدام الناس قلت له اروى انه هيك بتطلع القصة وبتفق انا وياك على اي مخرج بدك ايه بتظهر قال لي ابدا لانه انا ما بدي اظهر الا على الهوى رجعنا فتنا من البريك وطلبت منه على الهوى وصار يلي صار
فهمتي كيف؟ هي هكذا القصة. يعني هو كأن كان بده اياك تقله على الهوى لحتى هو صحيح. يجاوبك يلي ما بعرف اذا بده يجاوب او انفعل، بس هو بده يطلع، بده يخرج من الاستوديو على الهوى، يعني بده يعمل الاخراج قدام الناس وقدام الجمهور يلي عم يحضره، فهمت كيف؟ ما بده يخرج بهدوء، فحصل يلي. طب انت ليه ليش حطه من الاستوديو؟ لانه منه بوارد الاعتذار، وما في بقى اتحمل يعني. ما هي مشكلته هو مع الوزير، مش مشكلته مع وليد عبود ولا مع الام تي في، كانت مشكلته مع الوزير. واذا هو مشكلته مع الوزير، ما عنده كمان، انا مسؤول عن الحوار، كل مرة انه بالنتيجة يتخطى الحد المقبول، ولا ماذا انا عندي بالاستوديو حدا قايل مثل هذه العبارة لشخص، كلهم بيقولوا لي ليه هالمرة يعني انه اخذت هالقرار، لانه لا ماذا صاير هذا الكلام، صاير مرتين مع بعضهم اللي هودي تخبطوا مع بعضهم، اوكي، واثنين مقبيل بعضهم، بس هداك سكر خطه، سكر التليفون، وهداك حكي عن قصة بول البعير. انا كعزم حبيب فياض ضروري احترمه، وداعي كمان الوزير السبهان ضروري كمان احترمه، بالتالي انطلاقا من مبدأ الاحترام للاثنين ما بسمح لحدا انه يهون يهين التاني على الهواء بهالطريقة هاي. يعني لو كانت مقلوبة كنت كمان، يعني لو كان الشخص سعودي، بس لنطمن الناس، يعني لو كان الشخص الناس بدها تطمن، لانه يرجع يعني يلي عم ينتقد، ما بعرف اذا في يلي عم ينتقد الأرار بده يرجع، انه اذا شي مرة صاير هيك كلام وتم السكوت عنه بكون ساعتها انا مخطئ، وانما كل مرة ممكن ان يبلغ سقف الكلام حد القدح والذم والتشهير ليس بشخص وانما بما يمثل هذا الشخص، انا ما بقدر اسكت. بلكي خديها بالمقلوب، سكت زميلنا مساء غانم عن قضية رئيس الجمهورية وقضية رئيس مجلس النواب، ماذا حصل؟ قامت القيامة. على سيرة أستاذ مارسيل غانم، أنت شو رأيك باللي هل كان لازم يسمح لهذا التمادي على رئيس الجمهورية وقائد الجيش بالحلقة؟ تعطيه الحق؟ ما في يحط حالي محله بالموقف يلي كان فيه، ما بعرف. حضرت الحلقة؟ حضرت. لكن شو بيصير أوقات حتى بيكون يعني للأسف هيدي الناس ما بتلاحظها، انت بتعرفيها لانه في كاسك عدينتك، انه اوقات انت بتكوني مع الضيف بالشكل بيكون يمكن عم بقلك شيء المخرج او عم بقلك شيء المعد بدينتك، بس انسي هودي، انا ما بدي اتوقف عند هيدي المحطة الاولى، هيدي امور تحصل. اوكي. وكان في بالنتيجة يقدر الاستاذ مسال انه يثبت انه هذا الامر خطأ او صح، هيدي تحتمل. بس الأمر أنا برأيي ما كان لازم يوصل إلى حد يلي وصل له من ناحية الهجوم على القضاء اللبناني، يعني بالمقدمة الشهيرة يلي أستاذ مسعد، يعني كان لازم، لأنه إذا في انتقاد للنظام القضائي أو للقاضي غادة عون أو لأي شيء، ما النظام القضائي بيصلح حاله بحاله، يعني حتى في محامي الأستاذ مسعد يروح لحد محل مستدعي او طلب ليقدم انه كان كشاهد بالاول، ويقول انتم منكم المرجع الصالح او منك المحكمة الصالحة، هون انا بروح انا بطلب دفع شكلي بدي روح على محكمة المطبوعات، فهمت كيف؟ يعني نظام القضائي منه نظام امني، من هون يعني انا برأيي هون النيانس اللي لازم، النظام القضائي اذا في غلط بيصلح حاله بحاله، هو من هيك في بداية وفي استئناف في تمييز، ومن هيك في دفوع شكلية وفي دفوع بالمضمون، في قضايا بالمضمون، هيدي نسيها جنب. ثم لأفترض ما فينا تحولي انه قضية هيك يمكن انت على خطأ او على صواب الى مقدمة تصيري وكأنك انت عم تكوني ضد القضاء وضد الآلية القضائية وضد كل ما يجري. نحن حصنتنا القضاء، نحن الصحفيين والإعلاميين، يعني بتلوموا على هيدا التصرف. ايه
استاذ ما مارسيل. بلومه، بقول يعني ما بعرف، ما بحق لي لومه يعني كلام اذا بدك، بس عم بقول انا اذا بدك لو انا كنت محله ما بحق لي لومه، بس اللي حق قول اذا انا كنت محله انا كنت بروح على القضاء، وانا هلا لجأت الى القضاء، انا عم بلجأ الى القضاء كرمال حبيب فياض بقضية الدكتور حبيب فياض، انا ضايع على القضاء وعم كون الملف وعم بينعمل الملف. طب نحن شو حصنتنا غير القضاء؟ بالعكس انا القضاء بيحميني، توثق فيه، اكيد بوثق فيه، اكيد بوثق فيه، اذا ما بوثق بقضائي يعني كارثه. طب ليش هالقد تميدة حبيب فياض بكلامه تجاهك؟ ليش بدك تسألي؟ هل لأنه بدك تصلح لي إذا أنا مغلطة؟ لأنه حسب جريدة الأخبار أنه حضرتك اعتذرت عام 2015 من السعودية لأنك استضفت شخصيات معارضة لهذا البلد، وكمان حسب مقال بصحيفة الأخبار صدر ب20/6/2015 يقال أنه محطة الـMTV تلقت دعم مالي سعودي ببرقية سرية من السفارات السعودية حول العالم، ونشرت بصحيفة الأخبار، وفيها بيقولوا أنه تبين أنه وزارات الخارجية والثقافة والإعلام ورئاسات الاستخبارات اجتمعت لدراسة دعم قناة MTV ماديا بما أنها تعاني من تعسر مادي، فدعمتها بمبلغ مادي. موضوعين، أنا أول موضوع يتعلق فيه إذا اعتذرت. إيه، مني أنا حتى اللي اعتذرت، كان ضيفي بوقتها زميلي غسان جواد وقال كلمة سيئة بحق الملك العاهل السعودي بوقتها الملك عبد الله، وهو اعتذر، يعني بوقتها هو اعتذر عن الكلمة، بعثت له ورقة ضمن الحلقة قلت له بدك تعتذر، فهمت كيف؟ واعتذر، وبالتالي رجع مشي الحال، قدرنا نتجاوز هالقطوع ورجعنا انه نستقبل غسان جواد عنا على الام تي في. نحن بالنتيجة لما اعتذر هو صرت ترجع تستضيف، ولو ما اعتذر ما كنا، هو اخطأ. طب هو اخطأ ما تيعتذر الشخص شو يعني؟ هو قال لي خي ما بعرف شو صار، انا صديقي قبل استاذ غسان وصديقي هلا بعد، وبنحكي على القليلة مرة بالجمعة قبل الحادثة وبعد الحادثة، بس صارت معه وقت بتصير كلنا منغلط، كلنا ناس، هلا عم نحكي كيف من اي محل. يعني ما اعتذرت لانك استضافت شخصية معادية للسعودية، مش هي الفكرة. اذا بدك تاخذي كل الاخبار الواردة بالاخبار يعني مشكل. اشتقت للنهار؟ اكيد اشتقت للنهار مع هيدي التنهيدة. ايه شو بتحمل هيدي التنهيدة؟ يعني بتشتاق دايما يمكن لماضيك، بتشتاق لتاريخ، بتشتاق لعرق بذلتيه بمكان ما، لجهد حطيتيه، بتشتاق لأصدقاء ولزملاء بالنهار، بتشتاق طبعا لرمز النهار المتوثب دائما ولو بعد غيابه 12 سنة جبران تويني، أكيد بتشتاق لهم كلهم، بس كمان بتقولي انه مرحلة وانقضت. ليه مرحلة وانقضت؟ منا لانه النهار كنهار، وانما مرحلة الصحافة المكتوبة بالزمن يلي عشنا فيه هي كمان مرحلة عم تنقضي. تقرأ اليوم النهار؟ اكيد بقرأ النهار، بقرأ يعني بحكم شغلي مجبور اقرأ كل شيء تقريبا، يعني بقرأهم منه، وهون المفارقة انه ما عدت اقراهم كمان على الصحافة الورقية، صرت اقراهم كلهم سوا على الايباد، يعني بتشوفيهم كلهم سوا، لحتى ما عدت تحمل الجريدة بين ايديك وهيك. ما بقى هل الوقت يعني هو السبب ولا منه الوقت؟ بس كمان انه مع انه دايما بقول كمان زيت الشيء لتلاميذي، انه ربينا مع الجريدة، ربينا نحن مع الورق. مع ذلك اليوم إذا بدك توعي من عبكرة ببيتك، كنا ننطر، إما إذا واحد بيوصلنا الجريدة ننطر الجريدة، يوم شتى يوم عجد سادي يوم واحد ما نتوفى، إذا بدي روح على المكتبة بدك كمان تتحممي وتزبطي حالك وإلى آخره وتتروحي على المكتبة، وبالنتيجة شو تشتري؟ جريدة أو جريدتين؟ لأنه ده بدك تحطي يعني بادجت بتجي على الجريدة. طيب
اليوم أنا بقوم من عبكرة مثل مني، بحب بشرب فنجان قهوتي، وقبل ما ألبس وقبل ما أتحمم وقبل ما أعمل أي شيء بفوت على الأيباد بشوف كل الجرايد، ما بشوف بس فرد جريدي عم يوصلوا على بيتي وعلى تختي وعلى غرفتي ومحل ما بدي بالبيت، عم توصل كل الجرايد، ماني قاعد ناطر شخص تيوصل لي الجريدة، واحد، واثنين منو تشتري جريدة أو جريدتين، وإنما عم شوف كل الجرايد يلي موجودة بالبلد وموجودة بالعالم العربي وموجودة بالعالم. إذن شو مهم بالنتيجة هالاختراع وشو مهم هالشي اللي وصلنا له؟ بتشوف إنه النهار بعدها محافظة على مستواها؟ منو بس النهار، منا أزمة النهار بالصحة، كونك كنت موجود بصحيفة النهار أكيد تغيرت النهار، اختلفت أكيد تغيرت مدام رين، يعني كنا بالنتيجة بالنهار بالفترة الذهبية مع جبران تويني، يعني عم نحكي من الأربعة وتسعين إذا بدك الألفين وخمسة، كانت النهار عم بحكي لك شكل، ما بدي أوصل بعد للمضمون بالشكل 24 أو 28 صفحة، وكل يوم مع هالجريدة ملحق، يوم ملحق نهار الشباب، يوم ملحق رياضة والتسلية، يوم ملحق حقوق الناس، يوم الملحق الثقافي، دليل النهار، يوم الدليل يعني التلفزيون ومسرح. طيب كان عندك إذن مادة تقريها كل النهار، كل النهار، يعني لو كان بدك حقيقة بوقتها تقري بين الجريدة كجريدة وبين الملحق المتخصص بشأن معين، كان بدك النهار بأكمله. اليوم وين صرنا؟ بس عم بحكي على صعيد الشكل بدون ما أحكي عن المضمون. شو بكي؟ وصلت الفكرة. خلينا نستريح هيك، تكفي قهوتك وتسمع فيروز. جدد قهوتك، جدد قهوتك. ما انك قلت لي انك بتحب فيروز. يا طبعا، راح نشوف شو راح نختار فيروز ونرجع نكمل حديثنا. نرجع اصدقائنا المستمعين لمتابعه لقائنا المباشر على الهواء مع الاعلامي وليد عبود، كمان مره بقول لك اهلا وسهلا فيك. شكرا لك، ومسي على القهوه، تجديد القهوة. طيبه قهوتنا وعظيمه. تشرب قهوه كثير؟ جدا. بصر وهيك ولا لا؟ بلش بيرك ولا ما بصر؟ بعرف حظي. حظك منيح، انا شايفه حظي منيح، اكيد حظي منيح، محظوظ. يعني اهم وسيله، اهم وسائل الاعلام اشتغلت فيها. صحيح. نهار ال بي سي، ام تي في. صحيح. اشتقت للال بي سي ودار الصياد، اشتقت للال بي سي كمان، كله دائما بتشتاق لانه انه بالنتيجه ضل في عندك حنين يعني لهذيك المطارح، انه بكل مطرح تركي شقفه منك. من هينة يعني شو؟ أكيد تركي تتعلق بالمطارح ولا ما بتتعلق تركي بالمطارح؟ تركي سنوات من عمرك. من هينة، ما بتتعلق كتير بالمطارح؟ ما عدت، أنا وصغير إيه كنت كتير، لا ما عدت أتعلق. تبرم ظهرك وبتمشي تفتش على مطرح تاني. أريا ما بتستغرب أوقات الحنين بصير مرضي، تطلع على طول بالماضي 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 وبالمطارح يلي قطعتي لها، بتحني أكيد، بس بجرب دايما اتجاوز هالحالة. شو يلي معقولة يزحزحك من الـ MTV؟ كله معقول يزحزحني، غلطة كبيرة. غلطة من أي نوع؟ من كل الأنواع. غلطة إعلامية فاتحة مقصودة خصوصا. بتزحزحك؟ تمحي كل شيء إنجازات عملتها؟ ما بتمحي الإنجازات، بس إنه بجوز تعملي ساعتها إذا بدي كلاش أنت والإدارة، فهمتي كيف؟ ما بتلغي لك ماضيكي أكيد لا، بس إنه كمان من ناحية تانية بجوز إذا أنت ضليتك مصر عليها إنه كمان تعمل لك مشكل مع الإدارة، تضطري إنك تتزحزحي. في حدا ناطرك على غلطة بالوقت الحاضر شيء؟ إنه ما بعرف إذا حدا ناطر على غلطة، بس إنه بالنتيجة دايما في بدائل أكيد، يعني وما كان في بدائل بكل شيء، ان كان برئاسة تحرير الاخبار او على صعيد، ما بحس انا انه بهالمؤسسات الكبيره مثل ال بي سي ام تي في في بدائل، لا عن مارسيل غانم ولا عن وليد عبود. ليش ما بتحسي؟ يمكن لانه بحس انه ما بيتزحزحوا من مطارحهم. لا بتفكري هيك، ما في حدا ما بيتزحزح، بالنتيجه بده يتزحزح لانه هن هالمؤسسات بحاجه لخبرتكم. على راسي، بس كمان انه بالنتيجة إنه في ناس كمان عم بتكون خبرات بهالوقت، فهمت كيف؟ يعني أنا كمان إنه
كونت خبرات بنهاركم سعيد، اجى ظرف انه بالام تي في، لحتى انه لانه قلعت من جديد، بالتالي كانت بحاجه الى مقدم برنامج مسائي والبرنامج السياسي الاساسي. التقت الفرصه، بس في كتير ناس كمان محاورين جيدين، بس وين المشكل؟ انه المؤسسات قليله بلبنان، واكثر من هيك انه البرامج السياسيه ما ممكن ابدا انه تكون اكثر بالليل. ما بتحمل اكثر. من هيك في عندك كتير بالنهار مقدمي برامج، بس عندك طبعا بالليل اقل بكتير، لانه في برنامج واحد اسبوعي. وبالتالي من هيك الامور انه بس ما في حدا ما بيتزحزح. متابع استاذ وليد للتوك شو السياسة على كل المحطات؟ بجرب قد ما في، اذا ليالي مني طبت شي محل يعني مش هتلغي كمال. طبعا طبعا، لانه بعد عندي كل ليله انه مثل ما بتسائب معك يعني. ما فيك يعني، لانه التنين في توك شو، والتلاتة في، والاربعة في انا، والخميس والجمعه يعني. لا عم بحكي عن السياسه. السياسه بس كل، بس دائما في توك شويات سياسيه. بقصد انا اكثر بالتوك شو السياسي، كلام الناس، انترفيوز مع بولا. انترفيوز ما في يشوفه وانا بذات الوقت. ما بترجع بتحضر اعادات هيك؟ لا يعني بكون هلا اذا في شي حلقه كتير مهمه انه بضطر يعني انه ارجع، بس انه مثلا حضرت زميلتنا بولا مع طبعا مع رئيس الحريري. يعني هيدا اكيد انه حضرت. كيف شفتها لبولا مع رئيس سعد الحريري؟ لا كان الحوار جيد. هيدا كان مطلوب منا؟ هيدا الشيء اللي كان مطلوب؟ هيدا اللي كان مطلوب اعلاميا. يعني وبدك المضبوط، كان يعني افضل لو تركته اكثر هو يوصل احيانا. يعني احيانا رئيس الحريري بدك عطول تساعده يحكي. لا مش تساعدي، بس ادمنى حب تلعب دور محامي الشيطان اوقات يقطش الفكره، هو ما يقدر يوصل فكرته للنهايه. فهمت كيف؟ هيدا خطأ عند المحاور انه يقطش. منه خطأ، يمكن لانه الضغط يلي صار عليها بالنتيجه انه ايه، واكيد انه متفقين، واكيد عطينا الاسئله، واكيد انه متفقين على الاسئله والاجوبه بكل هالقضايا. انا برايي شكل بمكان ما ضغط عليها لحتى تصير اوفر بلعبه الحوار. وهذا اللي صار. طب انا بقدر اخذ قراءتك السياسيه للي صار مع الرئيس الحريري؟ تقدر هيك تفسر لنا؟ الناس نحن محدودين، ما بنفهم، ما بنعرف كثير السياسة. نورنا، قلنا شو صار، اعطينا هيك تحليل. يعني بحب اسمع تحليلك. انت بتعرفي يعني انا جاي بصفة اعلامية وليس بصفة سياسية عن جد، يعني ما في عبر عن اذا كنت لو كنت بكتب مقال بصحيفة النهار عن اللي صار. من هون تقول لك شغلة، انه انا وقت اللي بلشت بال2003 على الـLBC بنهاركم سعيد، ما طلب مني الشيخ بيير الظاهر اني وقف اكتب مقالات، انما انا حسيت انه لازم وقف مقالتي الاسبوعيه بوقتها بجريده النهار. ليه؟ لانه ما في يقول النهار انه انا محاور واقف على الوسط بين الفريقين، وتاني نهار افقع مقال او قبل او بزيت النهار كون كاتب مقال انه مهاجم فيه فترض 8 أداد أو مهاجم فيه 14 أداد، وبزيت الليلة أعمل حالي أنه أنا إما مع 8 أو مع 14. من هيك وقفت كتابة المقالات السياسية، لأنه برأيي المحاور السياسي ما لازم يظهر رأيه السياسي يلي هو بيكون عم بكونه. يعني ما رح تعطينا تحليل؟ ما فيه، بحب أعطيك أصلاً. طيب أقنعك باستقالة وبالعودة عن الاستقالة. كمان هيدا رأي عم تعني سترس عم تشتغل شغلتها. عم جرب عم حاول يعني. راح او دمشقنا او نعرفهم او نحن بنستعملهم مصدقين نشم ريحتهم من بعيد. بس انت كلبناني وهو رئيس حكومتك يعني، بس انه بحب كنت هيك طبعا. هذا في شق هون، في شق في هذا الشق يعني اذا بدك. بس هو اساسا لا هو قال انه محتجز. ما قال، نحن قلنا. ما شيء قال شيء ما قال، شيء يقول محتجز شيء يقول لا، هو ما قال.
يعني هو إذا كان محتجز ما حيقول من هيك. طيب هلا ظهر من الاحتجاز قال إن كان في شروط من شروط إطلاق سراحه إنه ما يقول. بس إنه بالنتيجة ما فيك تأكدي شيء غير ما إنه صاحب العلاقة يقول أو إنه يصير في وثائق حول ما حصل. طيب رح تستضيفه لرئيس سعد الحريري؟ بتمنى. في محاولات دايما على المرء أن يسعى. هلا أصبح حر يمكن ما بعرف قديش يعني، بس إنه دعيته صار في اتصالات بينك يعني وبينه. هو عارف إنه دايما دعوة مفتوحة. نحكي يعني انه اكيد يعني انه في مساعي دائما، انت لانه نحن كبرنامج سياسي دائما بنتصل وبنعمل دعوات مفتوحه للاقطاب الاساسيين يعني، او لانه هن بالنتيجه بقرروا التوقيت تبعهم يلي بدهم يحكوا فيه. الاقطاب السياسيين كلهم اغلبيتهم كان استضفتهم ما هيك؟ بعد شي ناس ما استضفتها ما هيك؟ بعد في دكتور جعجع استضفته، رئيس امين جميل استضفته، العماد عون قبل ما يكون رئيس طبعا استضفته كذا مرة. رئيس عون بتحب الحديث مع رئيس الجمهورية طبعا. أو العماد عون سابقا طبعا. هلا شوي تغير يعني مع لكن وبعكس الشائع إنه فيك تحاولي للآخر بكل القضايا الرئيس عون بعكس ما يعني في بعض. بس شو يلي ما بيحبه إنه تكرر السؤال مثلا ثلاث مرات. يعني أنا إذا بدك وقت اللي قبل أول مرة إنه يعمل مقابلة معي هيك جبت عدة تسجيلات لإله بحوارات إن كان إذاعية وإن كان تلفزيونية. إذا بدك لاحظت إنه فيكي تروحي معه للآخر بكل الأسئلة، وإنما أمر واحد بصير إزعاجه هو قضية انك تكرري السؤال الواحد مرتين ثلاثة، وكأنه بلا وعيه بصير يقول انه كأنه هذا الشخص ما عم بيصدقني. من هون مشان هيك بيعصب بينطفض، ساعتها هو بينطفض على الموضوع هون. يعني من هيك حقيقة اجريت معه اربع حوارات كانوا من انجح الحوارات وما صار اي كلاش يعني انه او اي ابدا، مع انه بحوار مثل ما اني متذكر بحوار من الحوارات كتير يمكن بلغت بالأسئلة النقدية والأسئلة، وكان مرحب يعني ما كان عنده أي مشكل يجوا حتى على البريك إنه شخص قال له إنه زيد عليك جنرال، قال له لا 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 اتركه خليه يسأل كل يلي بده أنا كل يلي بده وأنا مستعد جيبه. الوزير الفرنجي استضفته؟ طبعا هو استضافني بنشعر. كمان في متعة بالحديث معه جدا صراحته لأنه صريح واضح ومباشر. متعة كتيرة مع الوزير الفرنجية، أنت بتلتزي يعني عم تسمعي طبعا غير المشاهدين، لأنه ما عنده هالصيغ البيانية والبيان والتبيين بيطلع بينزل أبدا دغري على الهدف بكل وضوح وصراحة، وأحيانا بفاجئك بالصراحة الفجأة ببالغ شوي بالصراحة يمكن. في مرة كنت ناطره لحلقة من حلقاتك وما طلع؟ لا ماذا كان هو ناطرني أنا يعني كان عندنا الحلقة يوم الأربعاء ثائبت صار معي حادث كسرت إجري ليلة السبت، ويوم الأحد أجريت عملية، بالتالي اعتذرت وما عاد فيه أنه أطلع لعنده. يعني كان هذا الأسبوع الوحيد لسوء حظي حقيقة يلي بتغيب فيه عن الشيشة بهالتسع سنوات. وقطفة من بعدك مارسيل مبروك. يعني بالنتيجة حدا بده يقطر. كيف علاقتك بمارسيل غانم؟ منيحة بس يعني في اتصالات بيناتكم، في أخذ وعطاء، في لا إذا شفنا بعضنا إيه في أخذ وعطاء، بس إنه ما في اتصالات إذا بدك دائمة. لا ليه؟ بابا انه من الاساس ما في علاقه، ما في كامستري بيناتكم. لا لا مش كامستري بلا، ما تنوجدنا بنمزح وبنتسلى بس انه من الاساس لانه بالمهنه نفسها يعني انه لا لا ما خص هيدي، بس انا مثلا كنت بعني انه صديق مع خيو جورج انه بالاستاذ جورج انه بالاساس ما في علاقه يعني فهمتي، ما في علاقه صداقه. ما ثائبت اشتغلنا سوا يعني
حد بعضنا نعم. او بالتالي ما صار العلاقة. اللي صار معه مؤخرا مثلا ما دفعك انك تتصل فيه تسأل عنه تشوف شو صار على المزبوط وهيك؟ ما يعني عم نتابع، مش لهالدرجة عم نتابع يعني بالصحف والأخبار. عم نتابع يعني انه ما بتصور يعني انه هالقد هو عم بيتابع يعني اللي عم بيصير معي يعني ما بدنا إذا هو بيتابع أنت بتتابع؟ لا أنا بتابع وهو أكيد عم بيتابع إنه ما بدأ هالقد يعني القصة إنه هادي قصص بتصير شو ناطر منه مبادرة يعني؟ لا لا ماني ناطر، مش ناطر. لا لا بس عم قلك يعني إنه هو بيتابع وأنا بتابع بس ما بدأ هالقد القصة يعني. طيب هلا الشخصيات السياسية كلها اللي استضفتها بعد في حدا حابب إنك تستضيفه ببرنامجك وبعد ما زبطت؟ طبعا محليا إنه حابب استضيف الرئيس نبيه بردي، حابب استضيف السيد حسن نصر الله. يعني اكيد هودي لانه بعد ما استضفتهم ولا بدا وما صار الي انه ما شو بيمنع اللقاء معهم؟ ما بيمنع، بيمنع انه مثلا الرئيس بردي ما بيعطي لتوك شو، ما بيعطي احاديث هيك توك شو، اما بيسبب اما بيحكي هيك يعني بمؤتمر صحفي، وحتى مؤتمرات صحفية ايه ما كتير يعني. اكتر شيء انه عنده مبدأ انه زوار الرئيس نبيه بردي نقلوا عنه، بيستقبل يعني ايه بيستقبل وبينقلوا عنه، فهمت كيف؟ بحب هالاسلوب وبيعطي الجرايد يعني، بحب انه يعطي الجرايد، ما فات اذا بدك بآلية التوك شو السياسي يعني. هو والسيد حسن نصر الله طبعا انه وقت اللي بيطلع اما بيطلع على المنار او بيطلع على انه الفضائيات اذا بدك معينه يعني بيكونوا بالبيئه، بس ايه محليا اكثر المنار يعني منار. هي ماذا يمكن طلع فقط بالجديد يمكن تصور يعني. بس انه ما بيطلع يعني اذا بدك اول شيء طبعا مبدا التوك شو كمان ما كتير انه بيعتمدوا، واذا اعتمدوا يعتمدوا في معظم الأحيان إما منار إما ميادين. طيب لو استضفتوا للسيد حسن بتستضيفه كرمال شو؟ كرمال تشارعه على تناقشه على أفكاره ولا تتناقشه بأفكاره؟ لا تناقشه بأفكاره مشارعة يعني. لا هي اللوم عتب ليش عملت هيك وليش كذا وليش، لكن بالسياسة لا في لوم ولا في عتب ولا في إذا بدك حتى أكتر من هيك لا في حق ولا في باطل. بالسياسة في القدرة يعني بالسياسة دي أنت عندك قدرة تنفذي اللي بدك إيه، هل قد أنت بتكوني موجودة على الساحة؟ للأسف يعني هيدي كنا نحن وصغار نؤمن أنه بالحق أنه إيه، بس هيدا معه حق بالسياسة، هي أوكي معه حق بالسياسة ومنه قادر يوصل إلى حقه. شو يعني؟ ما هي السياسة كمان جزء منها الوسيلة أو الوسائل اللي بتتبعيها لا تقدري توصلي إلى الأهداف اللي رسمتيها، فهمتني؟ من هيك منه التقييم مين على حق ومين منه على حق بالسياسة، التقييم شو قدرتك على تنفيذ أهدافك وعلى تنفيذ مبادئك وعلى تنفيذ إيديولوجيتك. بتحس انه رح بيكون رح نسمع حديث اخر من السيد حسن في حال كان في لقاء بينك وبينه؟ يعني هذا بيكون ادعاء مني، بتأمل يعني بتأمل، بس تقول انه تأكد هالشي بيكون هذا ادعاء اللي عم بدعي انه وكأنه انا بقدر يعني استخرج منه او خليه يحكي ما لا يقوله دائما، وهذا امر منه هين يعني لانه هو. بس بتسعى لهالشيء يكون في هيدا اللقاء؟ رجعنا على المبدا على المرء ان يسعى على المرء ان يسعى. عربيا في شخصيات عربيه؟ الرئيس بشار الاسد بما يشكل من اشكاليات كتير كبيره، والامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لانه اكيد الشخصيه الصاعده في الشرق. شو بيمنع انه يصيروا هذه اللقاءات؟ MTV محطة كتير مهم من اهم المحطات واصلة. يمكن انا يعني يمكن علاقاتي العربية بعدها يعني يمكن بيشتغل اكتر محلي من انه عربي، فهمت كيف؟ هلأ عم بجرب يعني عبر قنوات معينة انه اصل الى تحقيق هذين الهدفين. شو معقولة هيك السؤال اللي هلأ ممكن يخطر على بالك تسأله للرئيس بشار الاسد؟
شي سؤال هيك. شي سؤال بدك تواجهيه؟ إذا بدك يعني تسألي إنه أنت اليوم إذا استمريت رئيس، هل تعتبر حقيقة إنك فيك تكون رئيس لكل سوريا ولكل السوريين؟ سؤال صعب، صعب ينطرح هونيك. صعب اللي له جواب. هناك عم بطرح هاي النطرح بزق مصبح، هاي النطرح بالشام. أكتر شي بزق مصبح مش أكتر. طيب وللولي العهد السعودي؟ ولي عاد سعودي لك شخصيته تصير كتير هيك عن جد، يعني أسئلة إن من ناحية السعودية بالداخل هالإصلاحات البنيوية الكبيرة اللي عم تنعمل والسريعة والفجائية، يعني المظبوط السؤال بحب إنه ما بتخاف إنك تفتح كل هالجبهات فرض مرة، تفتح كل هالملفات فرض ضرب ضرب، ملف العائلة العائلة، ملف المؤسسة الدينية، ملف الأمراء، ملف الفساد، هودي بالداخل، برا الحرب باليمن، هوني كل هالأرض. يعني فاتح حرب بالداخل وبالخارج، فاتح حروب، حروب حروب رهيبة، وكل حرب هي إذا بدك حرب بماجسكول كبيرة قد منا كبيرة، يعني فاتح حروب كبيرة كلها سوا مخيفة. بدي اطلع لانه ما بتخاف هذا الامر؟ ما عندك خشيه من هذا الأمر؟ الاصعب اللقاء مع ولي العهد السعودي ولا الاصعب اللقاء مع الرئيس بشار الاسد؟ من اي ناحيه؟ من الناحيه العمليه هلا، يعني ممكن مثلا هي تصير ولا ما تصير؟ مش بالحوارات اكيد، انت استاذ بالحوارات، بس اي هلا اللي ممكن مثلا تصير؟ ما بعرف، عم بشتغل على الخطين، ما بقدر يعني اقول لك ان شاء الله، ما فيك تعرفي. بحسك اقرب للسعوديين من لا، انت عم تاخذيها بالمعنى السياسي، منا ضروري. السياسه هي اللي هي سيده المواقف كلها، منه ضروري. يعني اوقات اذا عندي قناه ناجحه، ما عم بحكي قناه تلفزيوني، عم نحكي قنوات اتصال، هي يعني بدك تشوفي اي قنوات اتصال انجح واقدر لحتى توصلك الى مركز القرار. نعم. قبل ما هيك بعرف عم طلع على الساعة، يلا ربنا نخلص، شو عندك؟ مبسوط كتير الحقيقة معك، بس انه عندي اخبار هاي يعني يفترض كان طيب. انه بالام تي في، يلا ما راح اخرك كتير، معلش الام تي في بتسمح لنا اليوم. يلا اوكي. بيقلدوك كتير استاذ وليد عبود بالبرامج الكوميدية، بيزعجك هالشي؟ بالعكس بمصد. ما بتزعل ابدا؟ خاصة لما يقولوا الاستوديو، بتسليني القصة. بتعرفي شغلة، ودايما برجع بهالموضوع لقضية بيير صادق مع السياسيين، يعني في أحد السياسيين، أحد أبرز السياسيين بأواخر الستينات من القرن الماضي، اتصل هو بيير صادق اللي كان يعمل كاريكاتير بجريدة النهار، قال له يا أستاذ بيير زعلان مني؟ قال له لا. قال له لا، ما عم بتحطني برسمك الكاريكاتوري، ولو أنه بدك تضحك علي أو تتسلى فيه. أنا بؤمن بزيت الشيء، إنه مدامك أنت موجودة حتى بالبرامج الكوميدية، يعني أنت جزء من المعادلة الإعلامية الموجودة بالبلد، يعني أنت عم بتثير الاهتمام، يعني تقليدك حتى بثير الاهتمام. لو أنت ما بتثير الاهتمام لدى الرأي العام، ما حدا بيلو يقلدك. خديها دايما بالمنحة الإيجابي إذا بدك الأمور هيك بخير. حتى لما بتوصل اوقات هيك لحد انه شوي تجريح يمكن بمطرح، لا شو بتقصدي تحديدا؟ لما بيقلدوا الطريقه اللي بتحكي لا فيها، لا لما بيقلدوا اللدغه، لما بيقلدوا منه مشكل، اللدغه منه مشكل، والطريقه منه مشكل، المهم انه حدا عم بيقدر ينتقد اذا بدك طريقه الحوار، عمق الحوار، الحوار بحد ذاته، وهذا بيكون بيجرحني. هلا قصة اللدغة يلي هي من الله، وقصة هي مهضومة على فكرة، يعني منها مزعجة. أنا كان فيي شيلة، ايه، بس من بعد ما سمعت، وحتى بلشت كنت بدورة معينة، ايه، لحتى إنه شيلة، لأنه فيكي يعني إنه
بعدين ماذا كنت بالطيارة؟ إيه تميزك يمكن مشان هيك كنت تركتها. بالطيارة، إيه كنت إيه. بالطيارة ثاقبت، وكان بعدني شيء إنه أطلع على الـ LBC، يعني ما كان بعد الاسم معروف، إنه معروف الوجه ومعروف كذا. بسمع وحدة عم بتقول ليلي قاعد حدا، يي لك لك هذا يلي بيلدغ بالري، فهمت كيف؟ قلت خليها لكن قلت لحتى يضل يتذكروك، خلي يضل عندك بالنتيجة علامة مميزة. مع العلم انه المقدم لازم يكون ملكة باللفظ وبال صحيح، بس ماشي الحال عم يقبلنا الناس، قبلتنا هيك خلينا مثل ما كنا، يعني مثل ما خلقنا، مثل ما خلقنا. ما رح اخرك كتير. شو بدنا نشوف بالحلقة اللي جاية من بموضوعية؟ مين ضيوفك؟ عندي بالستوديو نائب فادي كرم، مقابيله الصحافي سالم زهران. اوه ان شاء الله تمرق على خير. ما جبنا لك شخص لرميزي. عم بتنقيهم يعني فعلا. وعندي من برا يعني تناخد اراء الكتل السياسيه المختلفه، عندي الشيخ هادي حبايج تيار المستقبل، عندي الوزير السابق نولة صحناوي نائب رئيس تيار الوطن الحر، كان ناخد راي التيار. هو رايقين هودي من برا اساسا يعني. وعندي النائب السابق فارس سعيد كمان. اوه في هجوم عليه للنائب السابق فارس سعيد لانه متميز بم... هجوم عليه حاليا يعني، في هجوم عليه اكثر شيء بالاخبار والناس يعني كمان الأخبار. شوي عندها هيك اراء يمكن ما بعرف اذا بيقروا كتير اخبار. عندها نسبه قراء كتير قويه صحيفه الاخبار. لا هي تنقر، ما فيك يعني واحد يحكي المظبوط انه بتنقر. بتقراها وبتشبقها للجريده ولا بتقراها وبتحطها هيك على مهلها؟ بينسر ايباد اذا بدك تشبقها. بدك تدفعيني 60,000. استاذ وليد انت حدا مثل ما قلت دكتور حب فياض داي دفعت لي الصعوديه بس ما بتدفع الان. طب اوقات الصحفيين عن جد بيقبضوا؟ ما بعرف سألي. طب ليه بنسمع انهم بيقبضوا؟ بنسمع طب هيدا الشيء ما في مثل ما بيقولوا دخان من دون نار. مزبوط؟ بتوافق على هيدا الشيء؟ طبعا، بس ليكي بكل الاعمال في ناس هيك وناس هيك، مزبوط؟ يعني حتى إذا بدك بالمؤسسات الدينية، هل ما في رجال دين بكل الطوائف والمذاهب ما بيكونوا بدل ما يعبدوا الله عم يعبدوا المال؟ أو عم يعبدوا بذات الوقت ربين؟ صحيح. ماشي الحال. ماشي الحال. أنا بدي أقول لك شكرا على هذا اللقاء. ما فينا نحكوا مع حدا يعني، هيدك طبعا طبعا، وما في شيء أكيد يعني في حكي، في حكي بتقول يا ريته حقيقة نتهمني بس يا ريت مزبوط. لا، لأنه هيدا خيالي يعني بهيدا، يعني إذا بدك بمزح بكل شيء. يعني هلأ حتى سألتيني اللدغة وكل القضايا بمزح فيها وبعتبرها ماشي إلا بهيدا الموضوع. بس بهيدا الموضوع ما بقبل أمزح. تحس أنه هيدا تعدى على كرامتك؟ هيدا إهانة، إهانة منه لإلي، ومن هيك أصبيت إذا بدك على الدعوة. إهانة منه بس لشخصي، بعتبره إهانة لعائلتي، لأنه عائلتي يلي طلعت منها والعائلة يلي بدها تكمل بعد مني لأولادي، بالتالي من هيك أصبيت على قصة الدعوة. هيدي بدها تبقى هالإهانة على اليوتيوب، بدها تبقى على وسائل التواصل الاجتماعي، من هيك بدي ثبتها بحكم قضائي إنه منا صحيحة وإنه افتراء وإنه تجريح وانه تعدي على الشخص بحد ذاته وقت حزام. ورايح بالدعوه للاخير. طبعا قلت لك قضيه كرامه منا يعني، هيدا حقك يعني بصراحه ما بحياتي عمل دعوه. هي اول مره، عمري 56 سنه ما عندي دعوه، ماني عامل دعوه على شخص، بس هيدي ما بتسهل فيها ولا في 56 سنه بس مبين. ما بنعطيك هيدا هالقد يعني. شو سر هالشبشبة ولا انك تعيشي مع شباب؟ هاي اللي بلشنا فيه، هاي اللي بلشنا. انك تكوني عايشه مع شباب.
أنا بدي لك شكرا على هذا اللقاء الحلو. أنا كتير استمتعت بحضورك وبوجودك وبهالحديث الحلو اللي فيه كتير ثقافة وهضامة. شكرا ميسي. كلمتك هيك لمستمعي الـ MBS قبل ما نختم، كل اللي كانوا ناطرينك اليوم، يعني بدي طبعا اتشكرهم إذا كانوا ناطريني، وإن شاء الله أكون يعني حقيقة أنه قدرت جاوب انطلاقا من الأسئلة اللي أنت سألتيها، قدرت جاوب على الأسئلة هايدي، وقدرت أرضي فضولهم ببعض القضايا وببعض الأمور اللي طرحتيها. شكرا لك، ونحن متابعينك دايما. ونهارك سعيد.